كده برضه ريهام، كده برضه حبيبتي، تشيل الهم ده كله جواكي من غير ما تقولي لي. ما كنتش قادرة أتكلم يا بابا، ما كنتش مستوعبة اللي بيحصل، لحد دلوقتي مش قابل أسد. أنت مؤمنة بربنا حبيبتي، وعارفة إنه لا يمكن هيجيب لك حاجة وحشة. ربنا سبحانه وتعالى ساعات بيمنع عننا حاجات بنبقى محتاجينها قوي، لأنه عارف الحاجات دي لو جات لنا هتوجعنا أكتر بكتير. وهي ليه وجع فني يا بقى أم؟ خلص بتخلف عادي. يا سلام يا أختي، وهي كل أم خلفت ولادها طلعوا فالحين ولا برين بيها؟ ياما ياما في ناس بيبكوا بدل الدموع دم من عمايل عيالهم، وياما في أسر وناس بيتمنوا لو كانوا مخلفوش من أصله. وبعدين أنت في الحضانة حواليكي أطفال بيحبوكي وملمومين حواليكي، عايزة إيه أكتر من كده؟ أيوة بس مش ولادي، مش أنت دايما بتقولي لما تخلفي هتعرفي؟ لا بقولك إيه بقى، هو أنا مش ابنك ولا إيه؟ لا أنا ما أحبش حد يشارك لي فيكي، إلا إذا كنت بقى زهقت مني خلاص أروح أقعد عند خاله بقى، خلاص هي بانت بقى أروح أقعد عند خاله. يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي، بقول لك إيه بقى؟ أنت دلوقتي تقومي تكلمي هشام تخليه يجي هنا وتقعدوا وتتكلموا مع بعض، أنتوا اليومين دول محتاجين تبقوا جنب بعض. لا يا بابا أنا مش قادرة أشوف حد، انا مش قادره اشوف حد خالص دلوقتي. ليه؟ معلش هو كلمني وكان عايز يجي، انا قلت له مش قادره، خلينا نتقابل بره البيت احسن.